أي الإيمان أعجب؟ قال له إيمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون؟ ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله؟ قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون؟ قالوا نحن يا رسول الله. احنا بقى اللي أعجب في الإيمان. قال أنا فيكم فكيف لا تؤمنون؟ يبقى إذن أي الإيمان أعجب؟ ما جاتش لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به.